السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم يا أحبابي. امبارح كانت ليلة شتوية بامتياز، ما شاء الله كل الليل صب 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 مطر. اليوم بدنا نتكلم طريقة زراعة التين الشوكي أو الصبير، بيله فوائد كثيرة، فوائد عديدة، منها فوائد صحية ومنها فوائد طبية. الشخص البالغ لازم ما يأكل أكثر من 5 حبات، ليش؟ لأنه يسبب غثيان ويسبب امساك، واكثر شيء فوائده لامراض السكر. طريقه زراعه الصبار بهذا الشكل، شايفين هاي حامله 2، احنا راح ناخذ هاي الورقه بهذا الشكل، خصيناها بهذا الشكل، وبدكم تنتبهون لانه فيها اشواك، بامكانك تقص اي ورقه بهذا الشكل. هو الصبار قوي كثير، يعني اذا بدك تحطه بهذا الشكل بده ينجح عندك. ونحطه بهذا الشكل فقط. هذا راح يفرع وراح يتكاثر، سواء سقيته مياه او ما سقيته مياه راح يعيش، لانه الصبار من النباتات القوية جداً.